المهم هذا الفيديو ان شاء الله غادي نقدم لكم الحلويات ديال العيد، وكنتمنى ينال هذا الفيديو الاعجاب ديالكم ان شاء الله. المهم عاد الحلوه الاولى، الثانيه هذه مازال ما زينتهاش حيت باقي الحل العيد، وغادي نزينها بالكونفيتور وغادي تخسر ليا. اللهم ما غاديش نزينها حتى العيد ان شاء الله. وها الحلوه ديال السميده كتجي زوينه والشيشه، وهذه حتى هي جات زوينه الحلوه ديال القرفه. وهذه خلاص ديال البوق درت فيها جوج الاشكال هادو وهادو، وزينتهم شويه ديال الشوكولاط والكوك. وهذه عاوتاني ديال الباستا، عمرتها بالباستا. وتابعوا معايا الفيديو حتى النهايه ان شاء الله باش تشوفوا المقادير. السلام عليكم، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. المهم اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الحلوه ديال العيد. المهم الفيديو غادي نشارك فيه جميع الحلويات ديالي، داكشي اللي غنديرو غادي نشاركو كامل في فيديو واحد، ولكن غادي نقصر كل حلوه غادي نقصرها، ما غاديش زعما نخليها حتى طيب ونوريكم الشكل ديالها. غادي نديرو العجينه بالمقادير ديالها، وحتى نكمل الحلويات ديالي كاملين عاد غادي نوريكم الاشكال ديالهم النهائيه ان شاء الله. المهم الحلوه الاولى عندنا هنايا بيضه واحده، عندي 4 ملاعق ديال السنيده او كاس ما عمرش، جوج معالق ديال مايزينا، الكاكاو على حسب اللون اللي بغيتو اللي عجبكم، وعندي نص ديال هاد الزبده. غادي نديرو النص القهوه، ما تحسبوهاش راه ديالي غير غادي نشربها، غادي نعطي السميات عجن وانا نشرب القهوه. المهم غادي نعاود دقيق كيبقى على حسب الحاجه. المهم انا حنا عمرنا البانيو هنايا، دابا حنا درنا نص الزبده، غادي نديرو دابا السنيده. المهم غادي تخلطهم حتى تذوب ليها السنيده مزيان، والعماره غادي نعمروها بالبيسكوي او كوفري كل واحد واش تايسميها ولا الباستا. هادي مهم راه نسيت ما قلتهاش فاش كنت قدمت المقادير. المهم غادي تعجنها مزيان، عاد غادي ندير البيض ان شاء الله على ما نشرب القهوه. دابا غادي نديرو البيضه، وغادي نديرو جوج معالق ديال مايزينا او النشا، النشا الذره. غير عمرتها صراحه تاسا ولا خصتش الحيط عادي. يلا يقرس الناس عاود تاسات زعما كنا يدي يعني الشيف مثلا صوري ترباتين معوان. المهم قد تخلط غير ديال الزبده ان شاء الله، تيلايت ديال النشاء يقرس غير كاس دغيا كندير الكاكاو. دابا غادي نضيفو الكاكاو، ويلي صافي خرجت الشلحه وليت كنهضر في الشلحه ونسيت هاد العربيه. دابا غادي نديرو الكاكاو، المهم هو كيبقى على حساب اللون، الا بغيتو يجيكم اللون كحل مزيان غديرو جوج عامرين مزيان، الا ما بغيتوش ديرو غير وحده ولا كل واحد، المهم اللون كيبقى على حساب اللون اللي عجب كل واحد. دابا غادي نديرو الدقيق، المهم الدقيق ما حسبتوش على حساب الحاجه، على حساب البيض واش كي واش كبيره ولا صغيره، ولا على حساب الدقيق واش كيتشرب ولا لا. ايوا هذا ما كان. المهم غادي تكمل العجينه ونتلاقاو ان شاء الله. المهم احنا كملنا العجينه، احنا درناها في السلوفان باش ما تجيناش قاصحه. طبعا نقطع فيها واحد الطريف. المهم انا دابا كنشكلها عجنتها سميه، وانا دابا غادي نشكلها باش نوريك هاد الحلوه اللي بغيت ندير اليوم ان شاء الله. زعما انا الباترون هي كسعديه. اييه انت هي الباترونه ديالنا. المهم كندخلو فيها الباستا بحال هكا،
او البيسكوي او الكوفريت، كل واحد واش كيسميها. كنغطيوها دابا بالعجينه بحال هكا. المهم اللي جاتو طويله يقسمها، انا غادي نخليهم بحال هكا. ايوا كنتمنى التزيين كيبقى على حساب الرغبه. انا غادي نزينهم بالشوكولاط ان شاء الله. المهم الشكل النهائي حتى نكمل الحلوه ديال العيد كامله، عاد غنوريكم الشكل النهائي ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كلشي هو هداك؟ نتمنى يلقاكم هاد الفيديو في افضل الاحوال ان شاء الله. دابا غادي نقدم لكم واحد الحلوه، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. دابا غادي ندوزو للمقادير. دابا غادي نضيف نيت المقادير باش ما نطولش الفيديو. غادي نضيف جوج البيضات مع التحريك، غادي تخلطهم ليا فاطمه الله يرضي عليها ويجيب ليها اللي تمنى ان شاء الله. وحتى نتوما كاملين البنات الله يفرحكم ويسعدكم وينجحكم ان شاء الله. دابا غادي نضيف كاس ديال السنيده، مع التحريك المستمر دابا غادي نضيف كاس الفاني وكاس ديال الزيت. ديما بكاس ديال العبار بالكاس ديال العنبه، وي ديما كاس ديال العنبه باش كنعبروا. دابا غادي نضيف دانون ديال الفاني ملي ضفنا كاس ديال الدانون. دابا غادي نضيفو كاس ديال الكوك، كاس ديال الكوك ونخلطوه معه تاني. المهم هاد الحلوة ديال السميدة، حلوة السميدة، كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم وتجربوها وتردو لينا في التعليقات. السميدة كتبقى حساب الخليط. المهم السميدة كتبقى على حساب الخليط. دابا غادي ندير جوج معالق ديال الفرص ومن بعد نكملو سميدة ان شاء الله. مهم مع التحريك المستمر تجي يديك، وما ننساوش الخميرة. غادي نضيفو جوج خمارات حمرين. دابا غادي نضيف، المهم غنبقى نضيف السميده حتى تكون العجينه جاهزه ونتلاقاو ان شاء الله. وهاد العجينه ديالنا جاهزه وغطيناها باش ما تجيناش قاصحه. المهم ما تكثروش من السميده باش ما تجيكمش قاصحه. ومهم هاد الشكل اللي غادي نديرو الكويرات، غنديروها الكويرات. مهم ايوا نتمنى تعجبكم هاد الحلوه وتجربوها، راه ساهله وماهله ودغيا كتواجد. مهم وطوا دهناها بالزيت. دابا غادي ندوز للشكل الثالث. عندنا هنا ثلاثة البيضات، غادي نحيدو الأصفر باش ندهنو بيه هاد الحلوة. دابا غادي نضيف الكاس ديال السنيدة وها راهي كتخلط. المهم راه عندنا هنا البنات مجموعين، كل وحدة غادي نعطي ليها حقها، كل وحدة ندير ليها خاطرها. وي كيف ما تديروا ليا خاطري حتى انا ندير ليهم خاطري. Thank you.
صغيره ديال القرفه، وغادي نديروا المعلقه كبيره ديال العسل، دابا غادي نضيفوا الكاس ديال الزيت، وغادي تخلطوهم حتى ينسجموا مع بعض، وغادي نضيفوا الدقيق والخميره. دابا غادي نضيفوا الدقيق وغادي نضيفوا الخميره، المهم غادي نتلاقاو ملي تكمل العجينه ان شاء الله. نسيت ما قلت جوج خمارات، قلت لكم غادي نديروا الخميره، تصحاب ليا واش قدمت المقادير في الاول. المهم غتكمل العجينه ونتلاقاو ان شاء الله باش نشكلوا الحلوه ديالنا. المهم العجينه ديالنا واجده، كتجي على هذا الشكل. المهم دابا غادي نبداو بالتشكيل ان شاء الله، نشكلوهم هكا حرابي بحال هكا ولا صبيعات، كل واحد يديرهم داك الشكل اللي بغا. غادي نحطهم هكا في الطاوه. المهم غادي ندير بحال هكا الكويرات والصبيعات، ولكن ما غاديش نديرهم في الطاوه وحده، غادي ندير الطاوه ديال هادو وغادي ندير الطاوه ديال الصبيعات. ايوا المهم نتلاقاو عاوتاني في الشكل النهائي ديالو. ها باقي غادي ندهنهم بالبيض، نسيت باصفر البيض، الله يخلينا قبيله غادي ندهنهم بها ان شاء الله. المهم دابا غادي ندهنهم هكا بالصفر ديال البيض. المهم هذه هي الطريقه ديال هاد الحلوه ديالنا. المهم قلت غادي نوريكم الطريقه اللي درت ليهم بلا ما نخليهم حتى للشكل النهائي وتشوفوهم. ماما دابا احسن نوريكم الطريقه اللي تندير ليهم. دابا غادي ندوزو للشكل الرابع، وغادي نضيفو نص الزبده اللي خلينا ما درناهاش في الاول، اللي ما درناش في الاول. المهم اللي ما درناش في الحلوه الاولى، عفوا مشات ليا الهضره. ودابا غادي نضيف كاس ديال السنيده، المهم غادي تخلط الزبده والسنيده حتى ينسجموا مع بعض. دابا غادي نضيف كاس ديال الزيت، وغادي نخلطوهم عاوتاني اللي تخلطهم سميه الله يرضي عليها. امين يا ربي. دابا غادي نضيف ثلاثه د البيضات، ودابا غادي نضيفو الدقيق مع التخليط المستمر. وندير الخميره حتى هي خماره واحده، وهانتوما معنا تبعوا الفيديو حتى الاخر، ونتمنى يعجبكم ونكونوا في المستوى ان شاء الله، ونكونوا في حسن الظن ديالكم، وتشجعونا باش نزيدو للقدام. ولا ننسى الصلاة على حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحتى انتم البنات صلوا معايا على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد.
الصلاة والسلام. دابا غادي نقسمو العجينة على جوج، وحدة تكون كبيرة وحدة تكون صغيرة. الصغيرة غادي نلونها نسيت، سمحوا لي. الصغيرة غتبقى بيضة، والكبيرة غنديرو ليها الكاكاو باش تولي كحلة. وعاود تاني نصلي على الرسول، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، واش عليا مني اقلق من رزقي لاش، والخالق يرزقني. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. دابا العجينة ديالنا جاهزة، دابا غادي ندوزو للتشكال. وها الطريقة ديال التشكال، كناخدو شوية ديال الكحل ديال العجينة كحلة، ونديرو فيها العجينة البيضة ونكوروها. المهم هكا اللي كنديرو. واو ما في الطاوة. المهم غادي نستمرو هكا تنكملو ونتلاقاو ان شاء الله. دابا غندوزو للشكل الخامس. عندنا هنا معلقة ديال الزبدة، غادي نضيف ليها 5 ديال المعالق ديال السكر. صراحة السنيدة ولكن طحنتها حيت جاتني غليظة شوية. ها جوج، 3، حسبوا معايا حتى نتوما المشاهدين، 3، 4، ها 5. دابا غادي نخلط السكر مع الزبدة حتى يذوبوا، عاد غادي ندير نص كاس ديال الزيت وجوج بيضات، والدقيق كيبقى ديما على حسب الحاجة. دابا غادي نديرو الزيت، نص كاس ديال الزيت، وغادي ندير نيت جوج بيضات حتى هما. وغادي نضيف راس معلقة صغيرة ديال الخميرة، غير واحد شوية وصافي هكا. دابا غادي نضيفو الدقيق، المهم ديما الدقيق على حساب الحاجة. المهم ما تنساوش الاخوان الاستغفار، لا تنسوا ذكر الله. يلا البنات، الحمد لله، استغفر الله، الله اكبر، الصلاة على النبي. المهم كل شيء سبحان الله، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دابا ها العجينة ديالنا واجدة. دابا غادي نجيبو هاد البوق وغادي نشكلو الحلوة ديالنا إن شاء الله. غادي نشكلوها هكا، هاد السنينات خصهم يجيو الفوق. المهم غادي نستمر بهاد الطريقة حتى نشكل الحلوة ديالنا. المهم اللي عندها هاد البوق ديرها بهذا، واللي ما عندهاش ديرها بداك الاخر. المهم غادي نستمر بهاد الشكل حتى نكملهم، نتلاقاو تاني ان شاء الله.
المهم البنات الحلوه ديالي ساليتها وزينتها ويمكملتها زينتها الا هذه مازال ما زينتهاش. المهم ما بغيتش نزينها دابا حتى يقرب العيد. المهم هي كانت مزينها بالكوفيتير والماء الزهر والكوك او جوز الهند. ايوا المهم هادو زينتهم هادو زينتهم حتى هما بالشوكولاط الكحل والشوكولاط البيض. وهادو ما درت ليهم والو خليتهم هكا. وحتى هاد الحلوه ديال السميده كتجي زوينه خليتها هكا حتى هي. وهادو زينتهم بشويه ديال الفواكه معسله وزينت هاد الطويات الصبر. المهم هادو اللي طوال زينتهم بالشوكولاط والكوك. المهم درت هنا الكوك الحمر وهنا الكوك الخضر. ايوا كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو ان شاء الله. المهم قلت غادي نشارك معكم داكشي اللي بغيت ندير كامل ولكن جاني الفيديو طويل اكتفيت بهادو بخمسة ديال الاشكال الله يجعل البركه. المهم الا زدت شي حاجه عاوتاني راه غادي نصايبها غادي نصورها ان شاء الله. يلا تهلاو فريوسكم وعيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير. يلا تهلاو فريوسكم.